الايرانيين ما يطلعوا من العراق ولا طلعوا من العراق. لان عندهم شعب في العراق. شعب بالعراق؟ وهذه صدام، صدام كان يحشيلي بيها. يقول مشكلتي ويا ايران ان ايران عندها شعب في العراق. لانه كل مذهب الشيعي وكل ائمه. انا ما عندي شعب في ايران. انا ما عندي شعب في ايران.